ازيكم يا مواليد برج الثور، يا رب تكونوا بخير. انا مريم. توقعات برج الثور ليوم الجمعة 24 يونيو حزيران 2022. توقعات العشرية الاولى، مواليد 20 ابريل ل 30 ابريل، هتلاقي سهولة كبيرة جدا في تعاملاتك الايجابية مع كل الاشخاص اللي حواليك في الوقت الحالي ده. الكل النهاردة بيبدو منجذب ليك بشكل كبير. كل الصلات اللي انت ممكن تكون عندها تأثيرات كتيرة ايجابية على مستقبلك هتبتدي تظهر في كل مكان. بنصحك بس انك تتأكد انك هتقدر كل الاشخاص دول حق تقديرهم، وده طبعا للفوائد اللي بتجيلك من خلالهم وحتى لقيمتهم الشخصية. توقعات العشرية التانية، مواليد 1 مايو ل 10 مايو، بما انك النهاردة عندك حالة بتنضح بيها، فيها قوة، فيها استقرار يسور، فكل الناس اللي حواليك بيلجأوا ليك علشان تساعدهم وتدعمهم. هتحاول انك تستخدم كل طاقتك دي علشان تساعد كل الاشخاص اللي حواليك. ممكن يكونوا بيردوا ليك الجميل ده بالتأكيد في كل المرات اللي جاية اللي بتحتاج فيها انك تساعدهم، لكنك هتحاول انك ما تغفلش عن اهدافك، لانك ممكن تملك القوة اللازمة علشان تحققها. توقعات العشرية الثالثة، مواليد 11 مايو ل 20 مايو، الوقت يعتبر مناسب جدا في كل العلاقات الشخصية سواء كانت جديدة او قديمة. هتلاقي النهاردة عمليات التواصل مع كل الاشخاص اللي حواليك تعتبر ملهمة وغنية جدا لافكارك الخاصة، لكن لازم انك ما تفكرش فيها ولا في المزايا اللي بيجلبها ليك كل الاشخاص وكل المعارف دول. حاول انك تتفاعل بشكل كويس على المستوى العاطفي، ولا ممكن تكون مدة استفادتك وتناغمك النهاردة قصيرة جدا يا سور.